هذا ميساج ود مشوية، هذا ميساج ود مشوية، هذا الفوالير ود مشوية، هذا آخر ما غلس أم كنتم، هذا آخر ما درس أم كنتم، داك الشي اللي درتو بينتو كل شي درتو بالكاليتي ديالك. وريتينا الصدادر، وريتينا داك الزواق اللي بيت النعاس، وريتينا الشامبري عندك ديالك، قلت كيحمق الشامبري ديالك، ماشي مشكل، الله يزيد وبارك والله يبارك لك ويزيدك من نعيمه، لاني داكشي راه دار الامارات، سمعتني ولد مشوية، داكشي دار الامارات، امدود الظهر، احمز الريحة، المعفون، المجعفن. ايوا خوتي المغاربة، شفتوا بعدا بعويناتكم، اسقيتوا لي عويناتكم، شفتوا على الحالة اللي وصل لها هاد المغرب السعيد، ها؟ تبارك الله، وصل عندي عندنا الاساتذة في البلاد. عندنا دكاترة، عندنا أطباء، عندنا كفاءات، عندنا علماء، عندنا مفكرين، وكيخرجوا لينا بحال هذا دركا، ها كيديروا هذاك الشيء اللي شفتو. يلاه كي شفتو على هاد البلاد فين غادا، شفتو على هاد المحتوى المغربي كيفاش داير عندنا في هاد البلاد السعيدة، شفتو بعينيكم، شفتو بعدا ياك ولاد. ايوا راه بحال هاد الناس الاخوان راه خاصهم الحبس، بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضيات، شتي ملي يخرج واحد تيقول بحال هادشي خاصو يمشي للحبس. علاش خاصو يمشي للحبس؟ لان هذا راه كيضرب في الثقافه ديال المجتمع، هذا راه كيضرب في البلاد، هذا راه ما عندو سوق، هذا راه ما فهمش اش واقع. بعد بحال هاد النماذج راه خاصهم يمشيو للحبس، واخا هو الحبس ما كتبغيش لعدوك، ولكن مزيان الانسان يمشي باش يتربى، راه ماشي مسألة ديال الإنسان كاين على الإنترنت نخرج نبدا نسب، نبدا نعاير، نبدا ندير داكشي اللي خاصني ندير، نبدا نتقابل ونوصلوا لهذا المستوى هكا، ما فهمتش أنايا. هادشي راه بزاف، هادشي راه كيأثروا على أجيال، كيأثروا على أجيال. دخلت عليكم بالله دابا بحال هذا المحتوى هذا اللي كدير هاد السيدة أو اللي كيدير مجموعة بحال هاد الناس، أش كنستافدوا منهم حنا؟ هما كيربحوا الفلوس، أييه، وحنا أش كنستافدوا؟ حنا اول حاجه كنتفرجوا فيهم، كنمرضوا معاهم مرض نفسي، ها كنضيعوا معاهم الوقت، كنضيعوا واحد الطاقه، يعني مجموعه ديال الاشياء اللي هي كتاثر سلبا على النفسيه ديالتنا وعلى صحتنا. ورغم ذلك كتلقى الناس عندها بزاف ديال المشاهدات، والناس عندها ها كتقول لك بعدا انا راه عندي الناس كيتابعوني، انت اش عندك؟ وكتسكتك، وهذا هو الخطير. علاش؟ لان هي تيقات راسها باللي هي نجمه، باللي هي صانعه محتوى في هذه البلاد السعيده. حتى القضيه ديال صانع محتوى في البلاد انا راه مازال ما تفهمش ليا، مازال انا ما تفهمش ليا. نقولوا واحد مثلا تيدير مثلا الفن، كيدير مثلا الكوميديا، واحد تيدير شي حاجه اللي هي كتشوفها مزيانه، نقدروا نتفقوا معاه، نقدروا نختلفوا معاه، واحد كيدير التمثيل، واحد كدير الغناء، نتفقوا معاه، نختلفوا معاه، ولكن على الاقل راه عنده واحد الحاجه كدير، راه كدير شي حاجه. هادو واش كيديروا؟ السبانو المعيار، ها يلا كيضربوا في الاعراض ديال والديهم، يضربوا في الاعراض ديال الناس، يشوهوا بعضياتهم، يقولوا الاسرار. وهذا هو المجتمع السليم، ها هذا هو المجتمع اللي خاصنا نحافظوا عليه ويكون منسجم ويكون فيه لان المجتمع السليم هذا خاصنا نعيشوه بطريقه مزيانه. ولكن بحال هاد الناس اللي كيخرجوا كيبداو يديروا هاد الشيء، اول حاجه كيشوهوا المغرب، كيشوهوا المغاربه، الناس اللي على برا كياخذوا واحد الفكره غالطه على البلاد وعلى المغرب. ايوا واش هاد المستوى الاخوان؟ راه الدوله خاصها تحاسبهم بحال هاد الدوله، خاصها تحاسبهم. راه ما يمكنش يكونوا عندنا حنايا الدوله كتخسر الزباب الفلوس على الاساتذه وعلى الدكاتره باش يوعيوا لنا اجيال. يلا عاد الثقافه كتخسر الزباب ديال الفلوس باش يكون عندها المجتمع مثقف، ولا هاد الفلوس اللي كنا حنا غنخسروهم على وزاره الثقافه، ونخسروهم على وزاره التربيه والتعليم، ونخسروهم على التعليم العالي. علاش غادي نخسروا هاد الشيء ويخرجوا لينا بحال هاد النماذج بحال هكا كيخسروا الهضره وكيقولوا شي حوايج ماشي تالين؟ علاش نخليو هاد الفلوس نخزنوه ونحيدو حنا هادشي كامل ونخليوه معاه هما؟ وما يمكنش، راه خاص هاد الناس خاص السلطه تكون صارمه معاهم. ما كاين، صافي اللي خرج يسب يعير صافي. واش دابا دخلت عليكم بالله؟
دخلت عليكم بالله، واش بنادم عنده شي عقل نخرج هنا نسب واحد الانسان، نعايرو، نهضر على الاعراض ديالو، ما نحترم مبادئ، ما نحترم قيم، ما حتى حاجه، ونخرج وعاده كان حتى شي حاجه من ما كايناش، بحال لا بحال زعما انا كنعيش في غابه، ما كنعيش في واحد البلاد عندها واحد المؤسسات، عندها واحد من اجل انا باش نطلع المشاهدات، وقال طلع ود المشاهدات، راه عيب عيب نكونوا كنجيبوا الفلوس بهذا، حيت هذا الشيء راه كيتسمى الحرام، حيت بحال هاد الناس ملي كيبداو يديروا بحال هاد الاشياء راه كيدخلوا فلوس الحرام، وفلوس الحرام اخوتي المغاربه والله واحد ما تدخل عليه بالخير، غتلقاهم حياتهم كامله هما كيبكيو وهما كيغوتوا وهما كيشكيو. ونقول لكم واحد القضيه، شتي النار اللي طفى هاد البطونه الحمراء ديال الانترنيت، عرفتوا هاد الناس اش غيوقع عليهم، اللي معولين على الادسنس، واللي معولين على الانترنيت، واللي معولين على مجموعه ديال الحوايج، ما عندهم محتوى، ما عندهم حتى شي حاجه، ما فنانه، ما كيقدموا، ما ياخروا من اللعبه، والله حتى غيتشردوا هانا وهانتوما. يلا هما اللي دا بنادم تتعطيه ميكرو وما قاريش، ماشي مساله قاري ما داخلش المدرسه، يعني ما عارفش كاين اللي قاري، ولكن عارف الا مشيت عطيتيه ميكرو وسكتك حتى اللي قريت، بنادم مكلخ بهذا المفهوم، بنادم اللي كيوقف قدام كاميرا وكتعطيه ميكرو كيبدا كيشلط، كيبدا يسب، بحالك وحنا غادي نبنيو المجتمع ديالنا، بحالك وحنا غادي ناثروا الاجيال ديالنا، راه ما كايناش المؤطرين، راه كاينين على المؤثرين، كياثروا علينا على الصحه النفسيه، على الصحه الماديه ايضا، وده مصيبه كحله، هذا راه مشكل كبير اخوتي المغاربه، خاص المغرب يحسب فيه، واش بنادم يصور الزبابل ديال الفلوس على قبل باش ينوض يعاير واحد الانسان، شد السلوك هذا، زعما حنا ما نكونوش زعما حنا كنحلموا واحد النار، نكونوا حنا كشعب متحضرين بلا ما يتابعنا القضاء ولا يتابعنا الدولة ولا غير مع ريوسنا، نقولوا دابا اش غنستافد انا من هادشي كامل، واخا غنستافدوا الفلوس، اش غنديروا بهاد الفلوس مثلا، غنديروا بهم الطوموبيل، نديروا بهم ومن بعد راه كلشي كيخلي كلشي غيخلي هنا وغيزيد، لا حتى معايا الاخوان ملي ضرب الزلزال كلشي خرج، كلشي خرج خلى كلشي، شتي على حنا كنعيشو في واحد العالم زعما مرون، كنفكرو في شي حوايج ولكن كنساو اهم من هادشي كامل، بنادم ما يصلي، بنادم ما يطلب الله، بنادم ما يصدق، كلشي ولا كينقر، كلشي ولا يغوت، كلشي ولا يتشكى، كلشي ولا يسب، كلشي ولا اش هاد الحاله هادي، اش هاد المستوى، ما بقاش بنادم كيقرا ولا كلشي شاد على التليفونات، بغيت شي مره انايا نركب في شي تران ولا نركب في شي كار ولا نمشي في طوبيس ولا نجلس في شي قهوه نلقى شي واحد شاد شي جورنال شاد شي كتاب، قليل واحد الفئه قليله كلشي شاد على التليفون. تعمقت عليكم واقعا الاخوان ياك، هاد الهضره شويه غادا تجيكم شويه غريبه، المهم سمحوا لي للاخوان، بغيت نبارطاجي معاكم هاد العالم ديالي وصافي، تحياتي لكم اينما كنتم والسلام عليكم.